قريبا انا وهناء تقدر تكون من الحفله القادمه اللي كاينه في باريس كازينو دو باريس مع الجاليه المغربيه والعربيه. تقدر يكون اول حفل وراء جائحه كورونا. كنتمنى انه يعني يكمل. هو حفل فني ضخم مغربي 100% في فنانين اصدقائنا اللي كنعتز بهم على راسهم الفنانه الكبيره نجاة التابو. كاين بدر سلطان، عصام كمال، كاين شروق شلواقي، صديق طلال تقديم. هو من يعني تنظيم منير صديقنا مراكشي. الشركة ديالو حتى هي تبارك الله ديجا دارت سهرات وحضرنا فيهم انا وهناء في فرنسا ناجحة جدا. كيشهد ليه يعني المجال الفني بالنجاح ديالو في هذا الدومين. وكنتمنى ان هاد السهرة هادي تكون ناجحة وكيف ما قلت لك تكون هي البدايه ديال سهرات اخرين مورا هذا الوباء. اكيد غيكونوا اجراءات خاصه وصارمه في السهره هذه، لانه واجب علينا نحترموا هذه الاجراءات هادو باش السلامه ديال الناس اللي غيتفرجوا فينا والسلامه ديال كاع المنظمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.